ما فعله رغب علامي في كواليس حفله بموسم الرياض يتصدر ولقاء مؤثر يجمعه بجورج والصوف. ظهر الفنان اللبناني وهو يقوم بتمارين التحمية، مقطع فيديو يجمعه بجورج والصوف في الكواليس. علاقتهما مثال لكل العالم. أحيا كل من الفنان اللبناني راغب علامة والفنان السوري جورج والصوف بمشاركة الفنان اللبناني آدم حفلاً فنياً غنائياً ناجحاً ليل أمس في السعودية ضمن حفلات موسم الرياض لهذا العام. وانتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي كثير من الفيديوهات التي توثق أجواء الحفل وكواليسه. كان من أبرزها مقطع فيديو ظهر فيه راغب وهو يقوم بتمارين التحمية، وذلك قبل صعوده إلى المسرح لبدء وصلته الغنائية. وكان أيضا من بين الفيديوهات التي تصدرت اهتمام المتابعين فيما خص الحفل هو فيديو من الكواليس جمع راغب بالفنان جورج والصوف. وظهر علامي في الفيديو وهو يجلس إلى جانب الوصوف وقال: نعم نتنافس على حب الناس وبنجمع الناس سوا وبنضل نحب بعض وبنكون مثال للعالم. ورد عليه جورج والصوف قائلا: انت اخ وصديق غالي. نعم نتنافس على حب الناس، نعم، وبنجمع الناس سوا وبندل سوا وبندل نحب بعض ونكون مثل للعالم. انا جورج والصوف اساسا مثل للعالم. وبعد الحفل اعرب الفنان راغب علامة عن سعادته الكبيرة، اذ نشر على صفحته الخاصة عبر موقع تويتر صورا من اجواء الحفل وعلق قائلا: سعادتي فوق الوصف في ليلة فوق الخيال مع جمهور راق وذواق. وبدوره عبر الفنان جورج والصوف عن سعادته بالحفل وتأثره الكبير، إذ نشر على صفحته الخاصة عبر موقع تويتر مقطع فيديو ظهر فيه وهو يغني على المسرح، ووراءه في الخلفية يظهر أعلام السعودية ولبنان وسوريا، وعلق قائلا: لما أنظر خلفي على الشاشة وشوف أعلام بلادي السوري واللبناني مع العلم السعودي، قلبي بيكبر يا شعب الذوق. ومن ناحية أخرى، كان شارك الإعلامي اللبناني سعيد حريري المتابعين على صفحته الخاصة عبر موقع تويتر مقطع فيديو يظهر تحقيق الفنان اللبناني راغب علامة لوعده الذي كان أعطاه لمعجبة تعاني من مرض السرطان وساهمت أغنيته في شفائها. وظهر علامة في الفيديو وهو يستقبل المعجبة على مسرح حفله في مدينة دوسلدروف في ألمانيا، كما وعدها في لقائهما منذ يومين، وذلك لدعمها والتعبير عن محبته لها. وأهدى علامة المعجبة أغنية نسين الدنيا.